النادي الاهلي. ده شرف فالحقيقه ليا. طبعا لا ده طبعا ده حقك. وخلي بالك انا عايز اقول لك ان احنا واسره البرنامج يعني فكرنا ايه اللي ممكن يسعدك. فالنهارده لما شفنا الحوار ده وانت بتتكلم، احنا الحقيقه طبعا ده تيشيرت النادي الاهلي، يعني حاجه تذكار من برنامج الابطال لبطل عالمي، بطل يعني حط اسم مصر قدامه ولسه، وامال وطموحاته وامال كل المصريين وشعب مصر ان تتحقق ميداليه ان شاء الله في اولمبياد باريس 2024. ما لقيناش حاجه تفكرك بدافع النجاح قد تيشيرت النادي الاهلي، خاصه كمان ان انت اهلاوي وبتحب النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله ان ده يبقى تذكار يعجبك يعني، ودايما تفتكرنا تفتكر النادي الاهلي بالخير دايما ان شاء الله. شكرا وشرف ليا ان انا اخد تذكار جميل زي ده ودافع جميل ليا. طيب يعني عايزك تقول كلمه كده، يعني احنا النهارده يعني في قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيتفرج علينا، عايزك تقول كلمه كده لجمهور النادي الاهلي، عايزك تقول كلمه عن النادي الاهلي بنختم بيها حلقتنا. طبعا هو النادي الاهلي كيان كبير وقدوه ككيان لكل رياضي، فهو من انجح المنظمات في مصر كرياضيه، فهو له قاعده شعبيه طب ايه اللي كبيره في بيميز الشارع. النادي الاهلي من وجهه نظرك كواحد محب النادي الاهلي، ايه اكتر حاجه بتميزه؟ القيم وفي مبادئ في النادي الاهلي، زي مثلا اللي تخلى عني مش هيرجع تاني. صح. النادي دايما واخد مسار كويس، وطبعا الشعبيه بتاعته طبعا كبيره جدا هي اللي بتدعمه. كل الاحترام والتقدير التاني لانديه مصر طبعا وجماهيريتها، كلهم على لان راسنا من فوق، بس كلنا احنا اخوات. بنتكلم عن النادي بتاعنا اللي بنحبه النادي الاهلي. طب النهارده كابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره جدا، وخلقيا واداريا وحاجه رمز كبير جدا جدا جدا. اتفرجت عليه وهو لعيب ما ولا ما حضرت، حضرتوش؟ لا انسان اتفرجت صغير. شرايط ليه ماتشات ليه؟ الذكريات طبعا بتعاد في التلفزيون، فاحنا وغير كده هو غني عن التعريف ونتائجه ورئيس اكبر نادي في مصر او في افريقيا، فلازم نكون متابعينه، بالاخص ان هو رياضي وانا رياضي، فانا لازم ان انا اشوف واتعلم منه في اخلاقه، في كلامه، في تصرفاته، في حكمته في المحن دي اكتر. يعني لازم عشان خاطر ان انت تقدر تكمل وتتسعوا وتحقق نتائج، لازم تشوف العظماء اللي هم موجودين عدوا بمحن، عدوا منها ازاي، ان شاء الله قدر الله لما يحصل لك حاجه تقدر تتعلم من الناس دي وتتعدي زيها. عبد اللطيف انت حاجه كويسه جدا بصراحه، انت يعني مش قادر اقول ان انت يعني ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك، حاجه جميله جدا جدا، لعيب بطل، واجهه فعلا لمصر. يعني انت فكرتني بايام زمان واحنا رحنا نلعب باسم مصر كمنتخبات، انا كان كل قعدتي في الالعاب الافريقيه والالعاب العربيه مع الالعاب الفرديه، سواء العاب قوه، مصارعه، كان كل جيلي كنت بقعد معاهم، لان الحقيقه بشوف واجهه لمصر فعلا. انا بشكرك، نورتيني وشرفتني طبعا. عبد اللطيف منيع نجم المصارعه وثالث العالم والمتاهل للاولمبياد، بشكرك نورتيني وشرفتني، وكنت سعيد جدا بالحوار معك. انا اسعد والله، وان شاء الله تحقق لنا ميداليه ونحتفل بيها هنا ان شاء الله ان شاء الله اولمبيه في قناه النادي الاهلي باذن الله. اعزائي المشاهدين، طبعا ده كان لقائنا مع نجم كبير، وان شاء الله يحقق لنا ميداليه في باريس 2024، وكل الدعم لكل ابطالنا. بشكر طبعا عبد اللطيف، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.